ماشي، نذكر حالنا ايش الايدي كارد. لو انا عندي هون ماده كوندكتنج، فنفترض ان عندي ديسك، والديسك هذا معمول من كوندكتنج ماتيريال، الومنيوم مثلا، نحاس، الومنيوم او نحاس، وجيت عرضت القطعه هاي ل ماجنتيك فلكس دنسيتي. ماشي، واضح بي رمز الماجنتيك فلكس دنسيتي. ايش وحده الماجنتيك فلكس دنسيتي؟ تسلا. او جاوس او اس اي يونت هي تسلا. عرضت هذه القطعه المعدنيه لماجنتيك فلكس دنسيتي. هلا اذا عندي ماجنتيك فلكس دنسيتي بهذا الاتجاه، ايش راح يتكون عندي هون؟ كرنت. تكون كرنت. فبداخل هذه القطعه راح يصير في عندي هون، هذول نسميهم ايدي كرنتس. راح يكون بالعكس. بالعكس. بالعكس الاتجاه. اه صحيح. عشان يعاكسوا هذا، صحيح. راح يتكون بحيث انهم يعاكسوا الاتجاه. وهم راح يتكون بحيث انهم يعاكسوا الاتجاه ويكونوا، فراح يكون الايدي كرنتس بهذا الاتجاه. راح احطهم رياكشن. ماشي، واضح للهاي اللي هو راح يتكون عندي ايدي كرنتس. طبعا هذول الايدي كرنتس لما يشوف الماده هاي راح يضيع طاقه، راح يضيعوا طاقه وراح يضعفوا الماجنتيك فلكس الاصلي اللي موجود هون اللي انشاهم. هاي فكره الايدي كرنت. كيف ممكن نخفف من هذا الايدي كرنت؟ لامينيشن. لامينيشن، نعمل لامينيشنز على الصفائح اللي موجوده هون. هلا هاي الفكره استخدمت سنسنج بحيث انها تعمل في السنسنج. طبعا موجوده بس هلا هون بنطلع عليها في البريك. هاي عندي هون شافت، والشافت هذا عماله بلف بسرعه معينه طبيعي. هلا حتى اعمل بريكنج على هذا الشافت راح يكون في عندي هون كويل، والكويل هذا راح يعطيني ماجنتيك فلكس دنسيتي على هذا الكويل. هلا لما يتكون ماجنتيك فلكس دنسيتي على هذا الكويل راح يتكون ايدي كرنتس باتجاه يعاكس هذا. اذا مشي هيك بهذا الاتجاه راح يتكون ديز هون. هذول بي ار وهذول هلا عندي هذا هو الجنريتر افكت. هون تكون عندي ايدي كرنتس، والايدي كرنتس كونت بي معاكس للبي الاصلي اللي موجود هون، وهذا راح يولد تورك. التورك هذا راح يخفف من سرعه الهايف، راح يتكون عندي هون تورك معاكس. هذا الاوبوزنج تورك راح يحاول يعمل تورك معاكس على هذا الشافت اللي عماله بلف بهذا الاتجاه، بحيث انه يخفف السرعه هون ويعمل بريكنج عليها. وراح هذا راح يكون بروبورشنال، البريكنج هذا راح يكون بروبورشنال لبي اللي بحطه هون. فانا صرت اذا بدي اعمل ايدي كرنت بريكنج على محرك بامكاني انشئ كويل معاكس مقابل تماما للقطعه هاي اللي موجوده هون. طبعا هاي الماده لازم تكون كوندكتنج ماتيريال. الانتراكشن اللي بيصير ما بين بي هاي وبي هاي راح يعمل بريكنج تورك، والبريكنج تورك راح يخفض سرعه راح يحط تورك معاكس على هذا المحرك اللي موجود. هذا الايدي كارد بريك. هذا طبعا مشكلته انا مضطر اجيب قطعه اضافيه تكون هي ايدي كارنت، فهي عندي المحرك الاصلي لازم نحط هون على الشافت، نحط قطعه جديده هاي مشبوكه الاثنين مع بعض، وهون بكون عندنا الكويل. هذا كله راح يصفي ايدي كارنت بريك، والايدي كارنت بريك بيكون داخل من هون. هي التو تيرمينالز راح احط فيهم كارنت، والكارنت هذا راح يولد بي بحيث انه يعمل بريكنج على هذا المحرك. طبعا هذا مكلف. مكلف في مختبر الماشينز شفتوها موجوده الايدي كارنت بريك، شفتوه؟ وحتى في عليه زي شبك محطوط عليه شبك، شفتوه متذكر؟ وحتى في اللي موجود في المختبر محطوط هون في عندي كويل، مجموعه من الكويلات مش بس كويل واحد محطوط على داخل هذا، مجموعه من الكويلات. هلا رح افرجيكم ايدي